السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة لي خليجي. اليوم أنا جمعت مجموعة فيديوهات إن شاء الله بتعجبكم، وقبل ما نشوف الفيديو لا تنسونا أعطونا اللايك، اشتركوا وفعلوا الجرس حتى تجيكم الإشعارات، وعلى طول نشوف الفيديو. أيوة ما شاء الله، هذا في المطاعم يسوون الهمبرجر ويحطوه عليه مثل كحول ويلبقون في الهمبرجر. ما شاء الله ما شاء الله، سرعته تقريبا 70 ميل في الساعة، 70 ميل ما شاء الله. عاد شو عاد لو جت السيارة شو بيسوي؟ بيروح فيها. يا سلام والله أحلى كيك. والله أنا أحلى كيك دوريتوس. لا بعد كيك، والله أنا بعد كيك. يا سلام هذا إيش سوى؟ أيوة راس شعره ما شاء الله. ليكون هذا كلب حقيقي؟ أي والله أنا حقيقي، كلب حقيقي والله. اوه انا شفت هذا الكلب الدلوع، الحرمه تبغى تقص اظافره، الحين تقول له يلا اعطني ايدك، اعطني ايدك، يلا يلا يلا، مو براضي، خايف. عاد شوفوا دلوع وخواف. ابي اغمى عليه، اغمى عليه مسكين، الله اكبر الخوف. وهذا يحاول، هذا بيكسر يسمونه هذا سكيبينج روب، الرقم القياسي ما شاء الله. 10 يا ريت ان اقدر اسوي هالشيء. اي اكيد مواجهه. ايوه والله ما وجبت يجيها. ايوه شلت. عاد منو قال لك توقفين قدامه؟ عاد ما في اللي قدامه، لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه ايش في القصة هذه؟ قصة غريبة، ايش تبغي شيء؟ شو شو الو ساموراي، شو حركات؟ كانت صعبة هذه مهما كان. يا سلام الله طاح. أحليلهم أحليلهم. الفصيلة هذه يسمونها بق، ترى وانتو الكرامة، الكلاب هذه غالية، قطار المستقبل. يا سلام تخيلوا عاد لو القطارات كذا تطير بين المجرات. يا سلام يا سلام يا سلام. أنا ترى دائما أتخيل الأشياء هذه. أيوة ها والله حركة حلوة، تصوير حلو. نفس الفرق ما شاء الله عليه، والله جميل جميل. ايوه الأورانج تانج هذا مستانس، هذا ترى مشهور، انا سمعت انا الأورانج تانج هذا مشهور في امريكا، يحب السكيت بوردينج على طول. يا سلام. ايوه يلا يلا غسل الاواني يا مارا، غسل الثياب والاواني. ها خلصتي ولا لا يا مارا؟ ها غسلي. ايوه دعك يا عدل. ها والله يبينا فويس اوفر، هذا يبينا فويس اوفر. ايوه ايوه انت خلي هنا، انا هنا هنا بعد هنا، سوي لي شعري. ايوه 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 فويسوفر فويسوفر. ايه هنا 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 فويسوفر. يلا في بيتك انا
فديت رقبتك اخ فيني حكة فيني حكة اخ اي 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 اخ خذ بوسة ها والله يبغي له بوسة ها ايش تبي خليني لحالي على الايس كريم حقي يلا يلا ليش تصور خلينا مصمص الايس كريم حقي الله قهوة الصبح صراحة لا تتعبوني بقهوة الصبح لا تتعبوني يا سلام على قهوة الصبح ايوه خليني افكر وش تبي انت ايوه خلني اغسل وجهي ايوه ايوه بغسل وجهي ايوه 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 غسلت شعري يا سلام شو الحيوان هذا والله ما اعرف شو هو ما ادري قنف لا وش تعرفون شو الحيوان هذا انا احب البرينجلز هبولي برينجلز يمي يمي اوكي انا الحين باخذ السيارة هذه بروح افحط فيها الحين باخذها بسرعة قبل ما يعرف صاحبه حبيبي فويس اوفر حبيبي تعالي تعالي حبيبي تعالي وين راح وانا رايح ولا مكان وش عندك في شعرك هذا الكرت جالس تطلع الحشرات اللي في الفرو وياكل والبسه مستانسه والله البسه مستانسه وهذا جالس يلعط الفرشاه يا سلام يحب طعمه حلو صراحه وها قرد مع شو بسة ومع كلب ما شاء الله أنا أقولك صعبة كيف البسة تكون مع الكلب صعبة جدا الله يا سلام كيف يلعبون مع بعض أكيد صاحب البسة والقرد علمهم يعني أنا أبي أطبخ وين قدو حبيبي تعال بدلكلك خذ بوسة خذ بوسة خذ بوسة حبيبي يا عيوني يا نظر عيني يا نظر عيني حبيبي نظر عيني خذ بوسة خذ بوسة خذ بوسة يا خليني أمشط خليني أمشط يا سلام ياي 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 مفروض ما يصور والله ها شو داخل شو عندنا داخل يا حبيبي تعالي 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 الله يخليها ديتك انا يبغى يلعب معاها هي خايفه منه اكيد لا لا زي ما رفسته انا توقعت انها بترفسها شو هذا؟ رابطين القرد ويلعب سلة ما أدري إيش؟ وش هذا؟ لا يلعب كم فيرتشو ولا القرد مو بعارف لا يلعب فيرتشو ولا شو هذا بعد؟ وها حديقة حيوانات الخميس اليوم الخميس 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 اليوم يا سلام يا سلام يا سلام لابسين بامبر سعاد والله طالما انه في تآلف بين الحيوانات المفروض نحل التآلف بعد بدل السب والقهر وخلصنا الفيديو ويعطيكم العافية عاد لا تنسونا نبغي الدعم ونبغي اللايكات ونبغي الاشتراكات الله يوفقكم كلكم ويرحم والديكم يعطيكم مليون عافية في أمان الله.